الجزائر الوسطى ثم ساحة الشهداء فبلوغين وصولا إلى عند بنيان، نقاط لم يألف قاطنوها هذه المشاهد، نقص في الازدحام وندرة في التنقل سمة شوارعنا اليوم بعدما كانت هدير سياراتها يدوي في كل مكان وفي كل وقت. الساعة تشير إلى 9 صباحا وهو موعد توجه العمال. التنقل من مكان لآخر لا يحتاج وقتا طويلا بعدما كانت زحمة السير تكلفنا جلح، لكن إن عرف السبب بطل العجب. يبدو أن الحيطة والامتثال إلى إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أفرزت هذه المناظر الغير المألوفة. البارح الطوموبيلات بخاسك ما كانش، بس كحنا على 12 رانا نخرجوا. يا الشعب واعي على باله واش راهو يدير. دوك مام واحد كيجي يهضر معاك يدير لي بريكوسيون تاعو، يدير جال، يدير الكمامه على فمو. جوله مفاجئه بين الاحياء الفارغه لفتت انتباهنا هذا الشاب يلصق لافتات توعويه بحس حضري. انا بالجزائر الوسطى سخطون في هذا الكارتي كلش كاع مغلوقين على روحهم، الاطفال ما كانش يا اخي، انا في عطله دراري ما كانش، راهم ماشي يلعبوا برا فوالا. وحنا بالنسبه لك شباب حي خدينا هذه المبادرة، عطاونا لي زافيش رانا نعلقوا فيهم، بلدية الجزائر الوسطى عطاتنا هاد لي زافيش رانا نعلقوا فيهم. ورغم غلق الحدائق والمدارس وتجمعات أخرى لازال هنالك أماكن مكتظة بالعوام، ما تشكل خطرا على العامة في ظل تفشي الجائحة. ما رحت المصباح للمارشي كلوزال لقيت كلش حياة عادية، لقيت القهاوي، لقيت لي غيسو محلولين. غاتني باسكو علاش؟ باسكو هذا الفيروس هذا راهو بيبري راهو ينتشر بارتو. هي العاصمة وأزقتها في زمن الوباء العالمي، وباء غير من طباعنا وعاداتنا بسلوكيات حضارية ينبغي الجميع التحلي بها إن أردنا الانتصار على الفيروس.